هنتكلم عن الديكور وهنقول لكم حلول كتيرة قوي وافكار كتيرة قوي لاي حد بيفرش الشقة الخاصة بيه او بيجهز، يا رب يستفيد من ضيفنا اللي النهارده مشرفنا ومنورنا. خلينا نرحب بمهندس الديكور مهندس شريف كمال. اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك شريف. ايه؟ تمام اشكرك الحمد لله. على الحلقة اللي فاتت كانت هايلة وناجحة جدا. النهارده هتحكي لنا عن ايه؟ اختار صح. نختار صح. اوكي. انا عشان بختار صح اخترت ان انا اطلع مع مذيع ناجح زيك وبرنامج متشاف. ف يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هنحاول ان شاء الله ان كل اللي بيتفرجوا علينا لو في مرحله الاختيار هنقول لهم ازاي ممكن يختاروا صح. يختاروا صح من اول ايه؟ من اول لو كنت هبني انا البيت اختار واجهه البيت ازاي؟ اختار جاري، اختار المنظر اللي ببص عليه، اختار مساحتي لو اقدر، وفي نفس الوقت التقسيم من جوه. أوكي. يعني مثلا في ناس بتعمل بيوت وبتكتشف او بتاخد بيوت وبتكتشف بعد كده ان في عندها مشاكل ملهاش حل. مثلا إن لما بتفتح باب الشقه بيبقى في تيار هواء فظيع، فدايما بيبقوا قلقانين في الدخول وفي الخروج. انهم ما بياخدوش بالهم ان ساعات لو البيت فيه سلم او البيت فيه ممرات، الممرات دي لازم تكون متنوره. فلو في جار بيطل عليك او في مبنى بيضلل على البيت ده بيبقى باستمرار انا محتاج ضوء صناعي. مثلا مكان المطبخ لازم يكون مكان بعيد عن الحر، الواجهه اللي ممكن تكون سخنه، لان المطبخ الناس بتقعد فيه فتره طويله. حاجات بسيطة يمكن في زحمة الاختيارات الناس ما بتبصش عليها، لكن هي مهمة جدا عشان الواحد يعرف يرتاح في البيت ويقدر فعلا البيت يكون سكن ليه من الـ 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 كل التعب اللي بيشوفه بره. صحيح. اوكي. طيب هنتكلم بقى عن ايه بالظبط تحديدا؟ لو احنا بنختار صح يبقى بعد ما اخترت موقع البيت، بعد ما اخترت جاي، انا محتاج ان انا اعرف تقسيمتي تكون صح جوه البيت. يعني اوضه النوم تكون فين؟ بعيدا تماما عن اي مصدر ازعاج او بعيدا عن المطبخ لو انا قدرت طبعا. طبعا التواليت بقدر الامكان ما يبقاش في اتجاه القبلة. لازم اختار مدخل للبيت، لان البيت المدخل هو مكان الطاقة، فلازم اختار مدخل كويس بحيث ان يبقى البيت باستمرار فيه طاقة ايجابية. لازم كمان التفاصيل بقى اللي جوه اختار، هبقى كلاسيك، هبقى مودرن، هختار دهانات شكلها ايه، هختار تشطيبات للأرضية، هختار إضاءة أخبارها ايه مع كل النشاطات اللي بعملها في البيت، وهكذا. اوكي. طيب احنا معانا صور هنوريها للناس وعايزك تشرح لنا الصور دي فيها ايه. ابتدوا لي كده بأول صورة عندكم، سواء المدخل. ممكن نبتدي المدخل. المداخل. يلا ابتدوا لي المداخل. اتفضلوا. مدخل البيت اعتقد مهم قوي. مدخل، احنا دايما على فكره في شغلنا بنقول هو مين الهيرو؟ الهيرو اللي هو البطل. مين اللي اصرف عليه؟ في المدخل الهيرو هو ان انا ابقى عامل مكان بسيط بقدر الامكان، لو قدرت اخلي الارضيه هي اللي اقدر ابص عليها، وفي نفس الوقت مش زحمه، ما فيهوش كركبه عفش. لان ده مكان دخول الطاقه، لو الطاقه دخلت لقت في كركبه ما بتكملش لبقيه اوض البيت. اوكي. ده هنا انا عامل انفستمنت في الارضيه. في المدخل اضاءه صح، ارضيه حلوه، وعفش بسيط جدا. مدخل البيت كمان اعتقد انه بيعكس شخصيه اهل البيت. هو كل البيت بيعكس الشخصيه، لكن انا بقول ان ساعات في ناس بتهتم بتفاصيل زي الليفنج رومز وزي اوض النوم والمطابخ، ويجوا على حته المدخل تتنسي او ما بيدوهاش الاهتمام الكفايه. مع ان المدخل ده من اهم الاماكن، لانه زي ما بنقول مكان دخول الطاقه. اوكي. طب تعالى نشوف مجموعه الصور اللي بعدها، هتنزل لنا صور ايه؟ ممكن الليفنج رومز. الليفنج روم، لان الهيرو في الليفنج رومز البطل، المعيشه، اللي هي اهم حاجه في البيت، هو الحيطان. سواء كانت لون، سواء كانت تكتشر يعني او ملمس، او سواء كان اكسسوار. أوكي. فانا في الليفنج رومز هحاول ان انا امتع عيني بكل ما هو في مستوى نظري، بحيث لان الاوضه دي بقعد فيها فترات طويله جدا. عجبني انا اول حيطه اللي فيها الارينجمنت، التابلوهات والمرايه والفازات، البوتيشات دي حلوه قوي. اوكي. العفش بسيط زي ما احنا شايفين. الستايل ده بنسميه كونتمبري، يعني يمشي اللي بيحب مودرن او اللي بيحب كلاسيك، لكن هو مريح للليفنج روم. مهم جدا كمان في الليفنج روم ان انا ممكن احتمال ان انا امدد على الكنبه، فلازم الكنبه تبقى طويله. لازم يبقى ايد المسند مش عاليه، عشان لو انا حبيت ان انا اسند راسي على المسند. هنا كلاسيك على مودرن شويه. بالظبط كده. ده اللي بيحب شويه انه يبقى بيته كلاسيك، او الليفنج روم بتاعته هي
الصالون في نفس الوقت. اوكي. ده هنا بقى للجريء شويه زي ما احنا شايفين، الوان الوان وموتيفز معينه بتعبر عن الحياه. أوكي. فغالبا اللي بيوصل للمرحله دي يعني غالبا بيقعد فتره طويله في الاوضه، فبيبقى عايز يعوض بيها نفسه عن التعب اللي بيشوفه بره. دي حلوه قوي كمان. هنا بقى اعتمادنا على الطاقه اللي جايه من بره. هنا في فيو حلو عشان كده الشباك، واللي عنده فيو مش مفروض ان هو يخبيه بستاير تقيله او مكلكعه، فيا اما هيستخدم ستاير شفافه او مخرمه. وزي ما احنا شايفين هنا الوسع مهم جدا، ان يبقى المانوفر سهل عشان انا بتحرك كتير في الاوضه دي، فما يبقاش فيه كركبه كتير. ده هنا طريقه ديسبلاي الاطباق. برضو انا ممكن الاطباق دي تبقى جوائز، ممكن تبقى اوسمه، ممكن تبقى صور فوتوغرافيه لاهل البيت، ممكن تبقى سوبونيرز انا جمعها من بلاد كتير وانا بلف. اي حاجه بتبسطني هحطها في مستوى نظري، ودايما يعني احطها في مكان بشوفه كتير. اوكي. طيب نختار صح ايه كمان؟ نختار صح مواد التشطيب. يعني مثلا انا بيتي ممكن يكون مظلم او مش منور كفايه، فلازم اختار مواد تكون بتساعدني على ان يبقى فيه انعكاس اضاءه، زي الارضيات مثلا. يعني الرخام والبورسلان والسيراميك من الحاجات اللي ممكن تعكس اضاءه، بعكس الخشب بيمتص اضاءه. اختار صح في ان الالواني، ان انا لو برضو بيتي مظلم او مظلم اختار الوان فيها نور، زي الوان قرص الشمس، الوان الاصفرات ما بتخليش احتياجي للمصادر النور الخارجيه كتير. اختار صح ان في دايره الوان بتديني احساس ان المكان بيقرب مني، وبالتالي لو مكاني صغير هبعد عنها، زي مثلا الاحمرات الكتير او الاورنج مثلا. اختار صح اني اختار الاضاءه المناسبه لكل نشاط، انا باكل ولا بتفرج على التلفزيون ولا بستقبل صحابي ولا بكتب او بقرا او بعمل اشغال ابره، كل واحد فيهم محتاج نوعيه اضاءه مختلفه تماما عن التاني. اوكي. طيب احنا كده واحنا بنتكلم شويه ونشوف صور شويه، شفنا صور المداخل، شفنا الليفينج روم، تحب نشوف ايه دلوقتي؟ اوضه النوم. اوضه النوم. اوكي يلا. في اوضه النوم مهم جدا بقى اختيار مكان السرير، انه ما يبقاش مجروح من الباب. عشان اللي نايم باستمرار يبقى حاسس ان هو في مأمن عن ان هو يبقى متشاف من بره. الهيرو في السرير هو ظهر السرير او الفرش اللي بعمله فوق، يعني الكفر اللي بعمله على السرير، ايا كان اختياري ايه. طبعا ممكن يخش، يعني هنلاقي معانا صورتين، واحده على مودرن وواحده على كلاسيك. اوكي. الصورة التانية دي كلاسيكية للي بيحب الكلاسيكيات، وهنا برضو زي ما احنا شايفين اهم حاجة هي الظهر بتاع السرير او الفرش اللي موجود على السرير، اهم من البلاكار واهم من اي قطعة تانية. مهم جدا كمان بقى في اوضه النوم، لان دي بتبقى منطقة سكون، ان ما يبقاش في تريدميل، ما يبقاش في كمبيوتر ولا تلفزيون. ولا تلفزيون طبعا، لان الاشعاع اللي خارج من التلفزيون حتى بعد ما بيطفي بيخلي النوم احيانا مستحيل. طيب نختار ايه صح كمان؟ انا بروح للصور وارجع لك تقول لي نختار ايه صح كمان. نختار الاكسسوار الصح، لانه ساعات في ناس بتعتمد عن الاكسسوار ده، بالذات لما بيكونوا كابل عاملين بيت جديد، انه هيجي هدايا. وغالبا الناس اللي بتجيب هديه ما بتبقاش عارفه ستايل البيت او ايه اللي محتاجه البيت. احيانا البيوت الصغيره محتاجه اكسسوارات شفافه مش مصمطه، واحيانا الترند الجديد زي الكرسي اللي احنا حاطينه الشفاف اللي هنا ده كده، حاطين كرسي انا شايف، بس مش اكسسوار ده كرسي يعني. البلكسي جلاس. بلكسي جلاس. احيانا ببقى محتاج حاجه بولد واضحه وصريحه علشان بتاكد لي ستايل معين. لكن عموما اختيار الاكسسوار مهم جدا، يكون له علاقه بستايل البيت. فلو انا اعتمدت على ان هو هيجي لي من بره، غالبا اللي جايب لي حاجه من بره مش عارف، الا لو انا عامل ليست في مكان معين. احلى حاجه في الدنيا الويدنج ليست، اللي هي ممكن الناس ما تبقاش كلها عارفه ايه الويدنج ليست، ان انتوا بتروحوا محل ما عاجبكم حاجات كثيره فيها وكل حاجه بتمن، وكل حاجه بتمن مختلف، وتقولوا لاصحابكم وقرايبكم روحوا المحل الفلاني هتلاقوا فيه لسته باسمنا فيها كل الحاجات اللي عجبانا، فصحابكم وقرايبكم هيروحوا يجمعوا بقى من بعض اللي يقدر يجيب حاجه، يعني ففي الاخر هيجي لكم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها. على فكره ده مش عيب، دي احسن حاجه، بدل ما يجي لكم حاجات ترموها او حاجات انتوا مش عايزينها او حاجات
تشيلوها عشان تدوها بعد كده لحد هديه، فالاحسن والاوفر ان يجي لكم الهديه اللي انتم محتاجينها. اللي بسطني يا شريف بقى كمان ان الناس بقى عندها وعي ان حتى الحاجات الاساسيه بقت عامل فيها كده. يعني ممكن التلفزيون، ممكن جهاز التكييف، يعني مش بس بنتكلم على الاكسسوارز اللي هي ممكن تكون مكملات، لكن في حاجات من الاساسيات الناس بقت تتصرف فيها كده. طيب خلينا، اوضه السفره عامله عقده للمصريين، ايه الموضوع؟ الهيرو فيها هو البوفيه. لو انت عندك اوضه سفره سواء كانت كلاسيك او مودرن، لان لو مش عاجبني الترابيزه ممكن اغطيها بمفرش، انا كده كده وانا قاعد على الكرسي دلوقتي مانيش عارف ايه اللي انا قاعد عليه او ايه اللي في ظهري. انما البوفيه مهم جدا. لو ما عنديش بوفيه هحاول ان انا اعمل منظر قدامي ابص عليه، وليكن كونسول، وليكن معلقات، وليكن اطباق او ترابيزه سيرفيس عليها مثلا فضيات لو الكلام ده متاح. قلت السفره هنا انا كمان مستخدمها في الديسبلاي، لان ما عنديش بوفيه قوي فاستخدمت كونسول وعملت الديسبلاي زي اللي كان عاجبك في اول صوره. ده يعني برضو الالوان فريش، فمديه احساس ان انا احب ان انا اقعد في اوضه السفره دي، ودي على فكره تساعد ان الواحد ممكن ياكل كتير ازيد من اللازم. الله، ده هنا بقى ده كنبه. ها نعم، هنا السفره كنبه، بتبقى ناحيه كنبه والناحيه الثانيه ممكن تكون كراسي او ساعات بيبقى بنش. انما كمان الديسبلاي بتاع لو انا عازم حد او لو انا عامل كوكتيل او اي حاجه مهمه قوي، عازم حد على الشاي، مهم قوي على الترابيزه ان الواحد يبقى عنده اختيارات في ايه اللي يبقى فوق وايه اللي يبقى تحت. حلو قوي. ده هنا علاقة الإضاءة بالسفرة. يعني في ناس ساعات تقول أنا ما بحبش النجف، فمش هحب نجف، مش هحط نجف، هكتفي بأبليكس أو أباجورات. لا، الصح إن يبقى في إضاءة مباشرة فوق الترابيزة، بتخلي كل الناس اللي قاعدين على الترابيزة شايفين هم بياكلوا إيه، أو لو في سنتر بيس فهو برضو باين. هنا زي يمكن إحنا شايفين طريقة الإضاءة مختلفة شوية، إنها ممتدة بنفس طول السفرة. طول السفرة لطيفة جدا. طيب نختار ايه كمان صح؟ نختار سجاد صح. يعني احيانا الناس ما بتبقاش عارفه هل لو فرشه مودرن لازم تحط سجاد مودرن، او لو فرشه كلاسيك لازم تحط سجاد كلاسيك. الطريقه الجديده في الميكس ان احنا ممكن ان احنا نخلط حاجات كتير، بس طبعا الحاجات القديمه الاصليه ملهاش زي، سواء كانت في لوحات او كانت في سجاد. ولا على فكره حتى مش مفروض ان انا اقرنها بالوان موجوده، مش عشان ان انا الواني بيج ونبيتي وزيتي ان لازم تكون مجموعاتي الفنيه سواء كانت لوحات او سجاد من نفس الفصيله، لو كانت اوريجينال او لو كانت قديمه بالذات. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده المطبخ. المطبخ انا كتير قوي بخش بيوت مش بيعرفوا يختاروا المطبخ صح. في الحقيقه بيبقى فيه لخبطه في المطبخ. قول لنا كده نصايح لاختيار. اولا ما انصحش بالمطبخ المفتوح بالذات للناس اللي هي اكلنا ما ينفعش مع المطبخ المفتوح في مش مصر. بس اكلنا، ناخد بالنا ان المطبخ المفتوح ده بيبقى جزء من قعدتنا بعد كده. فلو ست البيت لسه ما بقتش منظمه كفايه او مش واخده بالها ان كل نقطه هتمسح مكانها. هو ما ينفعش مع المصريين المطبخ المفتوح. انا ما بحبوش بس في ناس بتحبه. فلازم يكون في اصرار ان مش هسيب كوبايه مش نظيفه. انا بالنسبه لي ده ممكن يبقى في الساحل او في بيت مصيف او حاجه زي كده. انا بالنسبه لي مش في اي حته، بس في الاخر ده اختيار، ان يعني اختيار اصحاب البيت. في المطبخ مهم جدا ان الدرف تكون سهلة انها تتنظف، مش مهم يبقى فيها شغل كتير، لازم تكون سهلة باسهل طريقة بنظف المطبخ. ولازم طبعا نفس القصة بالنسبة للأرضية. انا بقى بحب الفاتح، انا بحب الغامق، مطبخي ظلم، مطبخي منور، لازم اخد القصة دي في الاعتبار. صحيح صحيح. الحمام نفس الحكاية. الحمام مهم جدا ان هو يكون بسيط ونوره قوي، لان في ناس يمكن بتستخدم مرايه الحمام انها بتلبس، بتحلق دقنها، بتحط ميك اب، بتلبس، فلازم تبقى اضاءه قويه، ولازم تبقى الاضاءه اللي موجوده فوق الحوض وفي السقف من نوع واحد، يا اما اصفر يا اما ابيض، لكن مش صح ان انا اخلط ما بين الاثنين. بشكرك على كم من النصائح الديكوريه اللي بتقولها لنا في البرنامج. ميرسي يا شريف، اشكرك، نشوفك على خير قريب ان شاء الله باذن الله. شكرا خاص جدا لمهندس الديكور مهندس شريف كمال على وجوده معانا النهارده. خلينا نشوف فاصل بعد